العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في بلدة جيزر الواقعة في محافظة شرناق جنوب شرقي البلاد ضد معاقل مسلحي حزب العمال الكردستاني فاقمت من حدة التوتر بين زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من جهة والحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة أخرى. مدعي عام مدينة ديار بكر فتح تحقيقا في قضية رفعت ضد زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردية صلاح الدين ديمرتاش لاتهامه بالإساءة للرئيس والتحريض على العنف. ديمرتاش كان اتهم بدوره أردوغان وجهاز المخابرات بالوقوف وراء اعتداء متظاهرين على مقرات حزبه، نافيا رواية الحكومة بأن من قتلهم الجيش في جيزرة مسلحون بل مدنيون من أصل كردي على حد قوله. الوالي أعطى الأمر بإطلاق النار على من يكسر حظر التجوال، والقوات الخاصة نفذت ذلك. في القانون جزاء من يكسر حظر التجوال غرامة 100 ليرة، لكنهم يدفعون الأكراد أرواحهم ثمنا لكسرهم حظر التجوال. وأنا أتحدى إذا أثبتوا أن هناك شخص واحد من هؤلاء القتلى كان يحمل سلاحا فإنني جاهز لتقديم استقالتي. يبدو أن المرافعات القضائية باتت سلاحا جديدا يدخل ساحة المناكفات بين الأحزاب السياسية في البلاد، فقد قام حزب الحركة القومي المعارض أيضا بتقديم شكوى جنائية للنيابة العامة في العاصمة أنقرة ضد الرئيس أردوغان لاتهامه بالاعتراف صراحة بأن حزب العمال الكردستاني استغل فترة مفاوضات السلام لتخزين السلاح، متهما إياه بعدم السماح لقوات الأمن بالتدخل رغم علمه بذلك، ما يعني تحمل أردوغان المسؤولية عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والشرطة مؤخرا على يد حزب العمال. لا أعتقد بأنه يمكن تحميل أردوغان مسؤولية تخزين حزب العمال للسلاح، فهذا الإجراء لا معنى له، وهكذا دعوى ليست قانونية. هذه الدعوة ستسقط، فوفقا للقانون البرلمان وحده من يحق له محاسبة الرئيس، لذلك أرى أن الدعوة تأتي من باب المناكفة السياسية. تستغل الأحزاب السياسية الأحداث الأمنية في البلاد لرفع نسبة أصواتها في الانتخابات المبكرة وفق مراقبين، انتخابات يشكك البعض في إمكانية إجرائها في ظل التدهور الأمني الحاصل جنوب شرقي البلاد. في الوقت الذي تستعر فيه حدة التوتر بين الساسة الأتراك والأكراد في العاصمة أنقرة، تستمر الحرب بينهما جنوب شرقي البلاد لكن بالسلاح والدم. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.